الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن المرء لا يزال بخير ما اتقى الله وخالف نفسه وهواه ولم تشغله دنياه عن أخراه. أيها المسلمون، حياة القلب وطمأنينة النفس وسمو الروح مطمح كل عاقل، مطمح كل عاقل، ومقصد كل لبيب، ومبتغى كل أواب، ومنتهى أمل كل راغب في حيازة الخير لنفسه، ساع إلى خلاصها من أغلال الشقاء واستنقاذها من ظلمات الحيرة ومسالك الخيبة وأسباب الهلاك. وإذا كان لكل امرئ في بلوغ ذلك وجهة هو موليها وجادة يسلكها، فإن الموفقين من أولي الألباب الذين يسيرون في حياتهم على هدى من ربهم واقتفاء لأثر نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يملكون إلا أن يذكروا وهم يلعقون الجراح ويتجرعون مرارة الفرقة وغصص التباغض والتقاتل، لا يملكون إلا أن يذكروا آيات الكتاب الحكيم وهي تدلهم على الطريق وتقودهم إلى النجاة، حين تذكرهم بتاريخ هذه الأمة المشرق الوضيء وتبين لهم كيف سمت وعلت وتألق نجمها وأضاء منارها، وكيف كان الرعيل الأول منها مستضعفا مهيض الجناح تعصف به أعاصير الباطل وترميه الناس عن قوس واحدة، فآواه الله ونصره نصرا عزيزا مؤزرا، وأسبغ عليه نعمة وأفاض عليه البركات ورزقه من الطيبات. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إنه إيواء إلهي وتأييد رباني من الله القوي القادر القاهر الغالب على أمره تأييد محقق وعده الذي لا يتخلف لهذه الأمة بالاستخلاف في الأرض والتمكين وتبديل خوفها أمنا، إن هي آمنت بالله وعملت الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولا غرو أن يبلغ ذلك الرعيل الأول من التقدم والرقي مبلغا لم يسبقه إليه ولم يلحق به أحد عاش على هذه الأرض، لأن الإيمان دليله، ولأن الإسلام قائده، ولأن الشريعة المباركة منهجه ونظام حياته، فاستحق الخيرية التي كتبها الله لمن آمن به واتبع هداه وتبوأ مقام الشهادة على الناس يوم القيامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
وإن آيات الكتاب الحكيم لتذكرهم أيضا أن الاستقامة على منهج الله واتباع رضوانه وتحكيم شرعه لا يكون أثره مقتصرا على الحظوة بالسعادة في الآخرة ونزول جنات النعيم فيها فحسب، بل يضمن كذلك التمتع بالحياة الطيبة في الدنيا. وتلك سنة من سنن الله في عباده لا تتخلف ولا تتبدل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فحين تكون حيدة الخلق عن دين الله والجفوة بينهم وبين ربهم بالإعراض عن منهجه، هنالك يقع الخلل ويثور الاضطراب المفضي إلى فساد وشر عظيم عانت من ويلاته الأمم من قبلنا، فحل الخصام بينهم واضطرمت نار العداوة والبغضاء بعدما كانت المحبة والألفة تظلهم بظلالها، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهو خلل يتجاوز فساده وتتسع دائرته فتشمل الأرض والبيئة كلها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذلك أن الصلة وثيقة بين الكون وبين ما نأتي وما نذر من أعمال، فإن مشت على سنن قويم وطريق مستقيم بإدراك الغاية من خلق الإنسان وتحقيق العبودية لله رب العالمين والمسارعة إلى مرضاته والاستقامة على منهجه، فإن الله يفيض عليهم من خزائن رحمته وينزل عليهم بركات من السماء ويفيء عليهم خيرات الأرض، كما عبر عن ذلك نوح عليه السلام في دعوته لقومه وحثه لهم على الإيمان بربهم والاستغفار لذنوبهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز اسمه في شأن المعذبين من أهل القرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وتلك مساكن وآثار الذين ظلموا أنفسهم بنبذ كتاب الله وراءهم ظهريا واتخاذهم أهواءهم آلهة من دون الله واتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه، فكانت تلك الديار مشاهد عظة وذكرى لأولي الألباب. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ولذا فإن أولي النهى لا يملكون وهم يسمعون نداء الله يتلى عليهم في كتابه إلا أن يصيحوا ويستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هي دعوة تحيا بالاستجابة لها القلوب التي لا حياة لها إلا بالإقبال على الله تعالى وتحقيق العبودية له ومحبته وطاعته والحذر من أسباب غضبه
وبمحبته وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته، والاهتداء بهديه، وتحكيم شرعه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فإنه سبحانه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه عز وجل، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي وابن ماجه في سننهما بإسناد صحيح، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لله وللرسول، واذكروا أن ربكم قد ضمن لمن اتبع هداه وسار على منهجه أن يؤتيه المجد ويبلغه الرفعة، ويبلغه الرفعة التي تصبو إليها نفسه. فقال عز اسمه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي شرفكم ومجدكم ومكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم وفوزكم في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.